بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على المفجوع بمصاب سبطه في كربلاء. السلام على الغريب الحيران. السلام على سيد الشهداء. السلام على أولاده وأصحابه المستشهدين بين يديه. أخواتي الكريمات، ونحن على مشارف ذكرى فاجعة عاشوراء، نتوجه لصاحب المصاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، بالعزاء والمواساة له مرحبين بكم. أمهات الشهداء والأسرى والجرحى، وثائرات في هذا الملتقى العاشوراء النسوي الثاني، إذ يقبل علينا أخواتي شهر محرم الحرام وموسم انتصار الدم على السيف، يتحتم علينا أن نضاعف من سعينا في التمسك بمسيرة أهل البيت عليهم السلام، ونهجهم في مقارعة الظلم والطغيان كما تجلى ذلك في واقعة كربلاء الدامية ونهضة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. وما حضورنا اليوم هنا في هذا الملتقى إلا تعزيز لقناعاتنا هذه في تصعيد الحراك الثوري الحسيني. إن للمواقف الحماسية الخالدة التي سطرتها عقيلة الهاشميين زينب عليها السلام وأخواتها ونساء أصحاب الحسين ما هو إلا خير نموذج لكي تقتدي به حرائرنا ونساؤنا المكرمات المجاهدات، وهن يخضن غمار مقارعة الجور اليزيدي. فنساؤنا الزينبيات اللواتي برهن على مدى أكثر من 5 سنوات منذ انطلاق الثورة أنهن وفيات للميثاق الذي واثقن به الله تعالى والوطن والشعب، لا يقر لهن قرار، ويزيد العصر يتربع على صدر شعبنا البحراني. فهن كما عهدناهن صامدات مقاومات، تعلمن العزم والإرادة من سيدتهن بطلة كربلاء زينب في مواجهة يزيد عصرها. فلا الحصارات ولا مداهمات بيوتهن ولا قتل أبنائهن وأزواجهن أو اعتقالهم، ولا حتى اعتقالهن هن أنفسهن قد أوهنت قلوبهن التي يغمرها حب الشهادة والجهاد في سبيل الله تعالى. أنتن يا حرائر ثورة البحرين، بثباتكن وعزيمتكن وقوتكن شكلتن دافعا كبيرا لاستمرارنا بثورتنا، لأنكن أحد أعمدتها الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، إيمانا منكن أن سبيل الحق يستحق منكن التضحيات، متأسيات بمولاتنا الصابرة المحتسبة عقيلة بني هاشم عليها السلام. باسم الهيئة النسوية في ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، أجدد لكن العزاء بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، راجية من الله تعالى حسن قبول أعمالكم في هذا الشهر الأليم. والسلام عليكن ورحمة الله وبركاته. الهيئة النسوية في ائتلاف 14 فبراير. صلوا على محمد.